السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم في معلومة جديدة كده على السريع كده لإخواتنا اللي دايما يسألوا على القص قماش الفايبر. في ناس كتير من إخواتنا المبتدئين وفي مجال القص وكده وحابين يتعلموا القص، ممكن يكون كمان بيعرف يقص من مقص الكهرباء و يعني متمكن في قص القماش، وبس بيقابله مثلا خامة زي الفايبر زي كده. دي خامة طبعا بيسموها فايبر متدرب. الخامة دي هنقول على كم ملحوظة كده مهمة، يعني بعض المشاكل اللي بتواجه المقص ده وهو بيقص الفايبر بالذات. نقول المشاكل مش من باب المشاكل، من باب ان احنا ما نقعش فيها. يعني احنا عايزين نتعلم مع بعض ايه، ان انت لو جالك قصة فايبر زي كده تتعامل فيها ازاي، وايه قوانين الخامة ديت عشان تتجنب المشاكل وما يحصلش معاك اي خسائر في قص القماش. النصايح اللي هنقولها، اول حاجة يعني بسم الله، اول حاجة بالنسبة للفايبر هو خامة، يعني مش هنقدر نقول دي خامة سهلة قصها، لا دي خامة ليها قوانينها برضه، يعني من ضمنها هي مش سهلة ومش صعبة. ليه بقى؟ امتى تبقى سهلة عليك؟ لو انت اول حاجة من النصائح اللي بقولها، الفرشة ما تعلاش. المقص عندك سواء كده، المقص عندك لو 10 أو 8 ايا كان لازم يبقى فيه فيصل هنا كده، يعني لازم يبقى فيه فيصل في المسافة هنا. المسافة هنا دي طبعا هتقول لي دي ما بتعملش عدد وانت عايز تقص كمية كبيرة، طول الفرشة، يعني كرر الفرشة. خلي لو انت عندك المساحة البنك كبيرة، خلي الفرشة كبيرة، طولها، كرر الرسمة تاني. ما تخليش الفرشة تعلى، لو عليت هيحصل مشاكل معاك بنسبة يعني 90%، مهما كان ان انت متمكن او في القص. برضو الفرشة لما هتعلى منك بالذات في الخامات الفايبر دي بيحصل مشاكل في القص، وانت جوه القصة كده هتلاقي في مشاكل، هتلاقي الخامة نفسها بتزحلق، ممكن ترحل معاك. لو في مثلا قصات لياقة فليتو زي كده مثلا، قصات رفيعة هتطلع مش مظبوطة. لو انت الفرشة معاك عالية ومصمم تقص ايا كان نوع المقص معاك 8 10، الموضوع واحد مش فارقة نوع المقص، مقص 8 بوصة 10 بوصة 12 بوصة، مش ده الموضوع. الموضوع ان الفرشة لما تكون قليلة تقدر تتحكم فيها، تقدر تقص انت مطمن. يعني دي حاجة. حاجة تانية يعني حتى ان الخامة تبقى طبعا كده هنا تبقى يعني طرية جدا، خامة بتبقى نزولها سهل، يعني عرض بس يعني مش تخش في القص قوي، يعني مش الموضوع مش موضوع قص. عشان تمشي معاك الخامة في القص كده زي ما انت شايف كده اهو، تلاقي الموضوع سهل زيها زي اي خامة. الشغل سهل كده بالشكل ده بالسلاسه دي، ويبقى القص بتاعك مظبوط. ما دي كذا حاجه بعملها او دايما انصح بيها، يعني القص يتلاقي معاك. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تقابلك تاني بالنسبه للفايبر؟ اللي طبعا السكينه لازم تبقى مسنونه كويس، السلاح بتاع السكينه ده لازم يكون مسنون كويس، وطبعا المسنات تكون تمام معاك. المقص يعني بالنسبه للمقص انت بتهتم بالسكينه والمسن، المسن دوت لازم يعني ايه هتغير المسن والسكينه. هي خامه خفيفه جدا يعني اهو زي ما انتم شايفين كده، بس هي الفكره نفسها ان ممكن تجري منك. دي حاجة. حاجة تانية، حاول ما تجريش في القص، يعني حاول ما
ما تسرعش القصر، ما تبقاش مستعجل. ليه بقى؟ ممكن يقابلك عيب وانت بتقص، تلاقي السلاح نفسه السكينه عملت بومبي كده، عدت منطقه. انا لو جريت مش عارف هتيجي معايا ولا لا. مش عاليه يعني، في تمويجه بسيطه يعني. لو انت جريت، لو جريت هتلاقي في تمويجه كده تقابلك. دي برضو من ضمن المشاكل اللي بتقابل مقص دار. طيب ايه تاني مهم؟ المشاكل برضو ان احنا مرينا بيها مع الناس اللي يعني الاساتذه اللي معانا والاسطوات اللي بيقصوا. كنا بنقص فرشه عاليه، كنت ممكن تعرض نفسك ان انت تتعور. الخامه دي بالذات نسبه ان انت يعني لا قدر الله في اصابه نسبه كبيره جدا. الخامه دي، خامه الفايبر دي، ليه بقى؟ لان انت بص زي ما حضرتك شايفين كده، بص يعني انت لو عدلتها كمان يعني ممكن تنزل تحت خالص، يعني ممكن العلو ده كله ممكن اضمه لك في 2 سم يعني مثلا. فالسكينه لو انت جوه الفرشه والفرشه عاليه، يعني السلاح نفسه بتاع السكينه ما بيبقاش باين، يعني ما بيبقاش باين، يعني ممكن الامان نفسه بيبقى كده اهو. الامان اخره، افترض ان انت عايز تفرش الفرشه للاخر، عشان من ضمن عيوب الفايبر ان هو ما بيعملش عدد، يعني ممكن تلاقي نفسك فرشت توب الفرشه عليت خلاص. انت عايز تفرش مثلا 10 ايام، عايز تنجز الوقت، هتعلي الفرشه، هتجيب فين؟ يعني دي مشكله كبيره. هتجيب انت الفرشه وليكن يعني افترض ان الفرشه بقت عاليه كده اهو، حطينا مثلا اهوت فرشه عليناها، طب انا عليتها، فبيجي لي ايه؟ المقص ده بيقول لي انا بعرف اقصها، بضغط يعني واخدين بالكم، بضغط القماش بعمل اللي انا عايز اعمله واشتغل عادي. طيب الضغطه دي هتعمل مشاكل. القص اولا مش هيطلع مظبوط، اللي فوق مش هيطلع زي اللي تحت. طيب ايه تاني ممكن يحصل معاك لا قدر الله وانت بتضغط كده؟ انت مش شايف اصلا، ما هو الامان ده اسمه سلاح، ده اسمه الامان. الامان نفسه مرفوع، تخيل انت بتقص، تخيل كده المنظر، يعني نسبه الاصابه كبيره عاليه جدا بتحصل معانا، يعني مع ربنا يحفظ الجميع، مع اخواتنا في القص، بسبب موضوع ان الامان ده اصلا مرفوع، الفرشه عاليه ومش عامله عدد. دي يعني ده نقص تاني وتالت وعاشر بس ما حصلش اصابه، لان دي فعلا بيحصل اصابه كبيره في الخامات الفايبر دي، عشان موضوع العلو دوت، والناس بتبقى عايز تكسب وقت، فبيضغط فمش شايف السلاح، فبيحصل ايه لا قدر الله اصابه. الصح طبعا من الامان ان احنا ده وظيفته كلها، ده امان، ده بيبقى قدامك يعني الفرشه مثلا لو علو كده خلاص انت بتقص براحتك، يعني لا قدر الله لو انت سهيت حتى بتخبط في حديد، ما بتخبطش في السلاح، في السكينه. دي معلومه كنت عايز انبه عليها. وبرضو يعني الحاجه برضو اللي باكد عليها، يعتبر في كل قصه تدبيس الفرشه، بتدبس الفرشه بزياده، عشان قلنا الخامه دي بتجري، يعني الخامه بتجري منك وانت بتقص. بص يعني مثلا دي قصه مظبوطه اهي، طب انا عملت كده هتجري منها. بص يعني مش هنقول حرير، يعني مش هنقول خامه حرير، بس الحرير ليه برضه، ليه مشاكله برضه في موضوع الجري ده. دي برضه فيها حته ان هي ممكن تجري منك، دي حاجه. حاجه ثانيه، يبقى عينك على جميع اركان الجزء، يعني القصه اللي في ايدك. انا بقص صدر، عيني على المسافات كلها هنا وهنا. دي حاجة. حاجة تالتة برضو، او حاجة رابعة بقى انا ما عدتش، يعني ان انت بتطلع القصات الصغيرة الاول. يعني صور هنا كده، دي ده مثلا قصة فيليتو وده كوم، ما اجيش اطلع الكوم، يعني ما اجيش اشتغل او جاي بطلع الكوم واسيب القصة الرفيعة دي الصغيرة دي، يبقى انا صعبتها على نفسي. يعني الصح ان انا بطلع القص الصغيره. ليه بقى؟ بطلع الاجزاء الصغيره. ليه بطلع الجزء الصغير واسيب الكبير؟ لان يعني الصغير ماسك في الحاجه الكبيره دي بالنسبه ليك اكن معاك شخص بيساعدك.
ماسك لك شغلك، فانت بتطلع الحاجات الصغيرة الاول، بعد كده بتطلع الاقساط الكبيرة. يعني برضو المعلومة دي بشوف كتير من اخواتنا بيصعبها على نفسه، تلاقيه مطلع الظهر ومطلع وسايب الايه الاقساط الرفيعة. طب ما انت الاقساط الرفيعة هتطلعها ازاي؟ محتاج بقى حد يمسك معاك، محتاج كذا ايد، افرض انت شغال لوحدك. ف يعني في قصة معاك، طلع القصات الصغيرة الأول، بعد كده طلع القصات الكبيرة. برضو المعلومة برضو اللي حبينا نقولها لإخواتنا برضو بالنسبة للفايبر، إن أنت حاول تخلي زي لو معاك مشابك للفرشة عشان ما تجريش، او لو في تقالات مع الدبابيس حط التقالات مع الدبابيس، تقالة يعني تقالة حديد طوب يعني ايا كان، بحيث ان الفرشة ما تجريش منك. على قد ما هي ممكن تبقى كبيرة، الطوب ده يعني سهل ان هو يتحرك من مكانه. وبكده يعني ان شاء الله يعني نقدر نكون يعني وصلنا المعلومة ان شاء الله تستفادوا معانا لاخواتنا اللي بيسألوا على الخامات الفايبر في القص. ولو احتجت اي حاجة تقدر تسيب لي سؤالك، وان شاء الله نقدر نساعدك. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.